إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى مليئة الأزهار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات الإسلام والحياة الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المشاهدين. ضيفنا في مثل هذا اليوم سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الله مرحبا، أهلا وسهلا، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. مرحبا بك شيخنا كريم. ننوه الإخوة المشاهدين على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403. يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. أيضا ننوه بأن هذه الحلقة تبث صحبة قناة النبأ الفضائية. بداية شيخنا، الحقيقة عندنا سؤال دائما يتكرر وهو الأخ صالح من العربان يحتاج دائما، يقول أنهم لا يزالون يدفعون أقساط القروض السكنية، بينما يقول نرى أن من سرق في هذا البلد الملايين والمليارات لا نجد أحد يطالبهم بهذه الأموال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول للسائل الكريم، إنما يستدان شيئا من المال العام مثل من يستدين من المال الخاص، لا تبرأ ذمته إلا برد الدين سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام الدائن لا يزال يطالب بحقه. فإذا ما عفت عنكم الجهة التي أقرضتكم والتي تملك وهي مخولة بالإعفاء وأعفتكم، بعد ذلك أنتم قد برئت ذمتكم. أما أن الجهة لم تبرئكم بعد، وهناك أناس في البلد سرقوا كما ذكرت الملايين أو المليارات، فهذا لا يبرر لكم ولا لغيركم أن ينتهكوا حرمة المال العام، لأن الحرام هو حرام، أي شيء يؤخذ بغير وجه حق فهو حرام. ليس هناك حرام كثير، ليس هناك شيء يسمى حرام لأنه كثير، وشيء آخر لأنه قليل مأخوذ بغير وجه حق ولا يسمى حرام، كله حرام، يصدق عليه حرام كله، القليل والكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأخذ من المال العام سماه غلول، وضرب لنا مثلا يعني ينتهي معه كل نزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، اتقوا الغلول، قال اتقوا الغلول فإنه عار ونار وشنار. الغلول هو الأخذ من المال العام خيانة، يعني سرقة وخيانة، أتمنت عليه وإلا أعطيت قرضا لأنك أتمنت أنك سترد المال، ثم بعد ذلك خنت. فالأخذ من المال العام كله يسمى غلول لأنه خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف القليل منه والكثير، قال فإنه عار، العار معروف ما هو العار، الذي لا يرضاه الإنسان ويستحي منه، ونار، النار معروفة عذاب الله وعذاب الله، وشنار، قالوا الشنار هو الشر والنار، مجموع من كلمة شر ونار، يعني شر في الدنيا ونار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التخوض في المال العام بصريح اللفظ أنه من النار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أناسا يتخوضون في ماء الله بغير حق فلهم النار.
فالذي أقوله هذه الثقافة التي الآن سادت في بلادنا سواء كان فيما يتعلق بالمال العام أو بالعمل، التفريط في العمل أو التفريط في الحفاظ على المال العام، كل التفريط وانتهاك المال العام كل تجد معظم الناس يبررون ما يفعلونه بأن الناس كلهم ما يخدموش، يقول ليش أنت ما تجيش للوظيفة، ليش ما تحافظش على الوقت باش تحلل مالك، يقول لك يا حكومة والناس كلها ما تجيش غراني بنخدمه، وليش ما تحافظش على السيارة اللي عطت لك الحكومة كأنها سيارتك، يقول لك هذه مال حكومة يعني يفعل فيها ما يريد، ليش ما تردش الدين، ليش ما تحافظش ما تاخذش المال بغير وجه حق، كله يبرر بأن هذا مال عام، وهذا من يعني الظلم الشديد ومن الفساد العظيم. والمال العام حرمته أشد من حرمة المال الخاص، لأن السائلين فيه كثيرون، المال الخاص شخص واحد فقط هو يطالبك بدينه وقد يعفو عنك وقد تجده وقد تستسمحه وقد يعذرك، لكن عندما تأخذ مال من 6 مليون من الناس كلهم يطالبونك كيف تصنع بذلك؟ وذلك أحذر الناس جميعا أنهم يحافظوا أن يحافظوا على حرمة المال العام ولا يتساهلوا فيه، فالتساهل فيه هذا سبب لدخول النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه إنه عار ونار وشنار. فالذي أقوله للسائل إذا كان جاءكم عفو من جهة تملك العفو، يعني مش شخص هكذا يقول من راسه ويتكلم وخلاص ليرضي بعض الناس في مجلس مجالس من المسؤولين، هذا لا يعتد بكلامه، كان هناك قرار من جهة تملك الإعفاء وعفتكم فمن حقكم، إذا لم يصدر شيء من هذا فلو سرق مال ليبيا كلها لا يبرر لكم أنكم تمتنعون عن دفع الأقساط، ومن يمتنع فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعاقبه على ذلك ويعد من المتخوضين في المال العام الذين حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار. جزاكم الله خيرا شيخنا كريم. أخ آخر يسأل عن، يقول موظف في مصنع الإسمنت له صديق عرض على شخص آخر أن يتوسط له عند صديقه ويخرج له الإسمنت على أن يكون له نسبة من كل دفعة، فهل هذا جائز مع أن الموظف في المصنع ليس له نصيب في هذه الصفقة؟ هذه معاملات فاسدة، هذا هو الفساد الإداري الذي يعني يضرب أطنابه الآن على البلاد، هذا من الخيانة في الأمانة، من الخيانة. وهل يعني الذي يشتغل في المصنع وعامل المصنع حتى ولو لم يكن يأخذ في أجرة كما ذكرت، هو بالتأكيد مش حتى ولو لم يأخذ مالا نقدا فإنه يأخذ مالا مصانعة أو يأخذ خدمة أخرى مصانعة يؤدونها له، إما يسهلوا لولده خدمة ولا يبعثوا زوجته ولا يوظفوا بنته، المهم هي مسائل كلها معقدة، كلها من الفساد الإداري، سواء كان أخذ ماله ولا لم يأخذ، حتى لو لم يأخذ مال، حتى لو لم يقدم له خدمة أخرى هذا الموظف، هل يعلم أن هذه الكميات تخرج باسم شخص واحد ولا لا يعلم؟ بالتأكيد يعلم، وهو يعلم أن قول المصنع لا يسمح إلا يعني سيارة واحدة أو حسب النظام اللي عامله، فإذا كان هو تجاوز هذا النظام اللي عامله المصنع ليس هذا خيانة للأمانة التي تؤمن عليها؟ فموظف المصنع مسؤول وخائن للأمانة التي أسئت إليه حتى ولو لم يأخذ مال، والوسيط هذا يأخذ في رشوة، لأن الهدية يعني أو الجاه هذا هو صاحب جاه في الفقه الإسلامي يسمى صاحب جاه، الوسيط هو صاحب الجاه، والجاه باتفاق العلماء أنه لا يجوز له أن يأخذ هدية على جاهب، هذا لا يأخذ في هدية بل هذا يشترط عمولة، فاشتراط العمولة على الوساطة هذه هو اشتراط مال على هذه على الوجاهة اللي عد العلماء من أخذ المال عليها من باب الرشوة، الفقهاء ضبطوا المسألة هذه قالوا الأجرة على الجاه تعد رشوة زي الأجرة للحاكم وللقاضي ولي يعني من مدير مصلحة ويعني من هو يملك توقيعات، ومثلا إذا كان واحد يسهل لك اعتماد ب5 مليون وبعدين يعني أنت في الوساطة أعطيته 1 مليون لربع مليون هذا وسميته هدية سميه ما شئت، هذا من أكل مال الناس بالباطل ومن الرشوة ومن السحت،
وملعون من يعطيه وملعون من يأخذه. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه كلها رشاوى، عليهم أن يتقوا الله والتصرف هذا والسلوك هذا هو ليس شخص واحد ليفعل فيه، يفعل فيه ناس كثيرون، هو من الفساد ومن الظلم ومن أكل حقوق الناس الآخرين، لأن اللي عندهم حق في هذا المصل الإسمنت مئات أو ألاف. فبهذه الصورة وبهذا السلوك السيء ما عاد ينتفع من المصل إلا 10 ولا 20 ولا 100 ناس معدودون اللي هم عندهم قدرة على هذا الفساد والتلاعب بالمال، وباقي الناس اللي هم يقول راقدين ريح واللي ما عندهمش قدرة ينشروا كيس الإسمنت ولا قطار الإسمنت ب50 و60 دينار ويبقوا مغلوبين على أمرهم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. ناخذ بعض الاتصالات. معي اخ فرج من بنغازي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تحيه لشيخنا الصادق حفظ الله، نسال الله ان يحفظه ويثبته ويسدد خطاه. لا اريد ان اطيل عليك شيخ، كما تعلم شيخنا بقاء النظام تهدد بقطع المياه على الناس ومشكله السيوله قائمه، والتعليم ندخل بدايه السنه ولا يزال متوقف، بينما هناك من يتزاحم في تونس وتنشأ بيناتهم الخلاف وهي بعيدة وبمنأى عن قضايا المواطن وأزمات المواطن يا شيخ. فهل من كلمة بالله لهؤلاء الناس أن يتقوا الله في أمر الليبيين وما وصل إليه الأمر من تأزم إلى يومنا هذا يعني؟ طيب شكرا أخ فرج. في اتصال آخر، الأخ محمد من سبعة، تفضل يا أخ محمد. انقطع الاتصال. طيب عبد الله من مصراته، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك يا سيدي فضيله الاستاذ الكريم وفضيله الاستاذ الدكتور صادق الغرياني. تفضل. ولسرتي هذه المحطه خارجها وداخلها ولكل مخلص لهذا الوطن الحبيب. نعم، تفضل، بارك الله فيك. انا والله من حوالي 3 أسابيع سالتكم سؤال. نعم. والسؤال طبعا اطلت السؤال شويه، لكن تو نعاوده باختصار. مش عارف اذا جاوبت في نفس الحلقه ما جاوبتونيش عليه. لان الاسبوع اللي فات ما حضرتهاش انا. المهم السؤال باختصار، احنا المحدودين الفهم في اللغه العربيه لما في الايه اللي هي يا اخي عبد الله، يا اخي عبد الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاثه ورباع، نفهم منها ان الزواج باكثر من واحده مشروط. فنبغى فضيله الدستور يوضح لنا الامر هذا. بارك الله فيك، تمام، شكرا. نعم. طيب اخ معاذ بن غازي. نعم، من الهاتف اسمعني يا معاذ. اهلا وسهلا فيك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، تفضل. حياك الله. تفضل. يا معاذ واصل كلامك، واصل، لا تنتظر سماعه. منين؟ عبد الفتاح من طرابلس. تفضل عبد الفتاح. السلام عليكم. عليكم الشيخ عبد الله. عليكم السلام، اهلا وسهلا. حييك وحيي الشيخ الصادق. بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. النص الاول يعني وفى وكفى، ولكن اريد ان اضيف ان المجتمعين في تونس كما قال لم يحسوا بالمواطن ويلهتون وراء الامم المتحده، والامم المتحده لها تاريخ في هذا العمل، يعني ما دخلت دوله الا و يعني افسدت ما فيها. لكن انا ادعو الليبيين جميعا الى ان يرجعوا الى الله، يتوبوا الى الله، لاننا نحن نجاهر بالمعصيه، وهذه حرب من اسفل الى اعلى، وهي حرب غير متكافئه، حارب الجبار القهار بالربا بالفسق بكذا بكذا، لن يكون لنا امن ولا امان الا ان نرجع الى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم المهتدون. طيب. وهم مهتدون. فيجب على الذين ان يرجعوا الى الله، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي سيفرج علينا ما نحن فيه، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب، ونطلب من الشخص الصادق ان يدعو لي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا. الله يوفقك. نعم، سليم من مصراته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، بارك الله في الشيخ الفاضل الدكتور العلامه وفيك، بارك الله، تفضل يا اخي سليم. الأول أما سر نجاح دعوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما كيف ماذا؟ والثاني هل يجوز تقسيم الأول ما دون الرجوع إلى الفريضة الشرعية بحيث يكون تقسيم الأول؟
يا سليم. سليم لو توطي صوتك حتى نستمع لانه يتضح عندنا الكلام. السؤال الاول ماذا؟ هل يجوز تقسيم تركه الورثه دون الرجوع الى الفريضه الشرعيه؟ ماشي طيب. والسؤال السؤال الاول؟ السؤال الاول ما هو سر نجاح دعوه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ طيب ماشي شكرا. نعم. انت عمرو الكريم الحرف اللام هو هل يقصد به التمليك؟ طيب. شكرا شكرا. سعيد من مرشفانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير الشيخ عبد الله. الشيخ مرحبتين. كيفك ان شاء الله؟ ايوه تفضل. الله يبارك فيك. نبغى بس الشيخ صادق. ايه. سؤال بإجابة. تفضل. احنا طبعا ايام مرشفانة ايام فجر ليبيا. يعني نبغى حكم قبل شيء نبغى حكم قبيلة ولا مدينة تدافع عن المسلمين. طيب. مع حكم ماشي. أي قبيلة أي مدينة تدافع عن المسلمين. طيب. وإحنا عندنا في يوم فجر ليبيا في عائلة في ورشفانة عائلة سالم المجدوب معروفة العائلة هذه جو مجرمين من الزاوية وهو ابن أسامة الغول معروف في الزاوية. هذا جاء مجرم طبعا دفع ورشفان على ارضه وضربه المجرم هذا. ثاني يوم جت الفاروق بالكامل وحرقوا منازل الاقصى من الطوب ورفعوه وما طيب يعني ما داروا في الخير سعيد صراحة. سعيد بما حكم القبيله هذه لما دفعت على المجرم باللي جابها من الشيخ صادق بالله يا اخ سعيد 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 نعم انت تعرف الليبيون كلهم يعرفوا الاحداث اللي صارت في ورشفانة وفي احداث فجر ليبيا وقضايا الاجرام من اي مجرم حدث يعني بدون سواء كان ينتسب الى ورشفانة ام الى الزاوية ام الى طرابلس لحظة خل اصبر علي شوية اصبر علي شوية تفضل يا شيخ عبد الله السؤال يكون ما حكم من يعين المجرم او يتستر عليه او يأوي المحدث وهذا امر واضح هكذا بارك الله فيك. طيب بوعزيله من مصراته. عليكم. مرحبا عليك السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. اهلا وسهلا بك. والله بنسال الشيخ صادق. تفضل يا شيخ. ان شاء الله ربي يطول لنا في عمره ان شاء الله. طيب الله يبارك فيك امين. تفضل. بنسال الشيخ اسمح لي. واضح اسال يا شيخ تكلم. يعني نسال على زحمه المصارف هذين. نعم. زحمه المصارف بتاع الدولار لو الواحد يعني حصل من يرفع له ورقه يحطه الا في المصرف من غير ما يمشي، من غير ما يدفع شيء يعني راه. فهمت؟ طيب واضح ماشي. يعني بدل ما نمشي نعطي الورق الواحد يعرف المدير يعطيه الا هذا المصرف. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد من مصرات. أيوة. محمد من مصرات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايش حال شيخ صادق؟ اهلا وسهلا بك، تفضل يا اخي. شيخ عبد الله شيخ حالك شيخ عبد الله. اهلا وسهلا مرحبتين. يا شيخ عبد الله بنسال بالله الشيخ صادق عن حكم تنظيم القاعده. نعم. هل هم خوارج ام لا؟ والرايات السود هل موجودات في الاسلام ولا لا؟ سواء رايات تنظيم القاعده او انصار الشريعه او داعش او اي رايه سوداء. طيب الرايه السوداء. ماشي. علي من الخمس، تفضل يا اخي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شيخ عبد الله. اهلا وسهلا. الشيخ صادق. يا مرحبا بك. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بنساله علي يعني بنسال عن برنامج لكن ما نسالك علي اصل المعامله يا شيخ عبد الله. نعم. نسال عن بعض الشهادات اللي يقوموا بها بعض من الناس مثلا يعني من عندي المبلغ اللي حطه في رصيدي هذا متاع الفيزا على 400 دولار نفر تمام. خليك في التغطيه يا علي. استثنى فيها. ترى تفضل تفضل. قلت لك مثلا عندي المبلغ نتاع الفيزا هذا 400 دولار طيب نقوم باتفاق انا وشخص اخر يعني على ان يدفع عني المبلغ هذا عني وعن افراد اسرتي. نعم. وبعد ما تخرج الفيزا يعني يرجع له المبلغ وتاخذ الفيزا بالثلث او بالنص او بشيء، هل هذا الاجراء جائز شرعا؟ ماشي تمام. جزاك الله خير. طيب حسن من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
الشيخ تحيه لك وللشيخ المبارك الله يحفظه. قلت لك ملاحظه يا شيخ عبد الله، نرجو ان الناس يديروا مداخلات انهم يقتصروا على الاسئله بس حتى نكسب وقت الشيخ، عرفت اليوم. بارك الله فيك. سؤالي، شخص عنده ارض واتفق مع شخص ثاني انه يبني فيه محلات، فلما وعلى اساس انه ياخذها لمده سنه يستثمره، فبعد العام طبعا بدا شهرين ثم دخلت هذه المحلات في اماكن حرب فتدمرت هذه المحلات. الان بعد الحرب طبعا كيف يصير في الشخص هذا اللي بنى المحلات في هذه الارض؟ هل يستحق باقي الاشهر اللي متفق معاه مع الرجل ام انها ضاعت عليه الفتره دي؟ الان المقابل بناء هذه المحلات والاجره انه يستثمر مده سنه، اجر له هو لمده سنه، فهو اجر شهرين ثم دخلت المحلات في اماكن حرب يعني. طيب بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير. طيب صالح من عربان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك. اهلا بك، حييكم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، موضوع مهم هو بالنسبه للشيخ بارك الله فيه. نعم. في مساله القتل، يعني القتل عمدا بين القتل خطا والقتل في القتال والقتل الدفاع عن النفس وعن الدين عن الضرر، يعني مش نفس الحكم فيه. احنا نقول سؤالنا النهي مقدم على الامر. والنهي جاء في الظلم والامر جاء في العدل. نعم. احنا تو اعتصام المدرسين هما قالوا داروهم زي اللي قصوا النفط وزي اللي قصوا الميه والكهرباء وال، لكن طبعا هذوك ظالمين، لكن المعلمين هما مظلومين. كيف تسووهم بالمجرمين الجزران اللي قصوا النفط؟ انت الان صالح، يا صالح الان. نعم. الان انت سؤالك في قضيه عدم كيف نسوي بين الاعتصام المعلمين مع حالات الاجرام هكذا. ايه المعلم مظلوم، المعلم. ايه ماشي ماشي تمام. يعني. طيب. المعلم ياخذ 700 وياخذ بالدولار بالشيء يدفعوا له 500. 500 صغار معك اللي يوكلهم، يعني ما احكيش عن المدرس انا اللي عنده مسجد ولا غازه ولا تاجر اللي عايش من المرتب نحكي له. طيب حاضر حاضر. ايه شكرا صالح. شكرا صالح. ما تسووش معناها التسويه هيك لازم فيه انصاف، فيه عدل. لا لا ما فيش تسوية، هو ياخذ 700 ما فيش تسوية أخ صالح، ما فيش تسوية. تفضل يا حكيم من تجورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نهارك مبارك أستاذ عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل. نحييك ونحيي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن، عبد الرحمن الغرياني، ربي يطول في عمره ويحفظ بلاد الطيبة والناس الطيبة إن شاء الله. آمين، بارك الله فيك. القناة الطيبة المباركة إن شاء الله كلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله، والله ربي يطول في عمره ويطول في علمائنا والناس الطيبة والخيرة وشيوخنا إن شاء الله، ربي ينوركم إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل سؤالك يا شيخ. شيخ عبد الله، بالنسبة للموضوع اللي قال الشيخ، والله 100% شوف أنت السارق سارق مثل مليون او خانب دحيه او بصله او كذا، هي سرقه، شوف هي الموت واحده والاسباب عده، في موت معناها بطياره، في الجنار، في البحر، نفس العمليه ما فيه، سبحان الله. ولكن يا شيخ عبد الله، هذه الناس لولا يقولوا الميه مكروبه والخانب ميتوبه، هذا ما يشوفوش من الرؤوس لله عز وجل قد ما يكلموا فيهم، والعلام الطيب والناس الطيبه وتتكلم، نبوا مع بعضنا ونبوا نعيشوا مع بعضنا. ماشي. وفي اللي يجيروا في اللوبي يا شيخ عبد الله بحيث يضايقوا على الليبيين، لكن باذن الله نحن وباذن الله عز وجل ربي. شكرا شكرا. بشر الصابرين. شكرا حكيم، شكرا للدين وربي يحفظك. نشكرك يا حكيم على هذا اتصالك. نعم، عليكم السلام. عبد المجيد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا شيخ عبد الله. يا اهلا وسهلا بك. تحيه لك وتحيه الشيخ صادق الغرياني. يا مرحبا بك. ربي يحفظك ان شاء الله ويطول في عمره. امين. يا شيخ انا نبي في قناه ال 24 هذه مسبب فتنه كبيره للبلاد، يعني نبي الشيخ الصادق في الحكم الناس اللي يتفرجوا عليها. تمام يا شيخ عبد الله. ماشي حاضر. والشيء الثاني نبي حكم الناس اللي مأيدين الملعون حفتر باحترامي لكم. مبارك الله فيك. ماشي شكرا. طيب نكتفي بهذه الاتصالات. شيخنا الاخ فرج من بنغازي
وكذلك عبد الفتاح من طرابلس أشاروا إلى حوار سياسي في تونس، ويقول كيف أن هذه الآن الناس في معاناة شديدة وزاد هذه المعاناة، بينما يتزاحم السياسيون في تونس بدون أي جدوى ولم يصلوا إلى حلول. ومن قبل كانت هناك أيضا مطالب دار الإفتاء والتي لم تزل حتى إلى هذه اللحظة لم نرى من يعبأ بها أو ينظر فيها. نعم، كثير من الناس يسألون يقولون لماذا فشل الحوار بين السياسيين في تونس. الحوار فشل في تونس لأنه لم يكن يحاور، لم يكن الحوار حول ليبيا، لم يكن الحوار حول الوطن، لم يكن الحوار حول أزمات الشعب الليبي. الحوار كان يخدم وكان لصالح يعني دول أخرى هي التي تريد من يبقى هنا ومن يحكم هنا ومن يكون حاكم عشر. الحوار كان لغير ليبيا، كان لدول أخرى، كان بالنيابة لدول أخرى، كان بالنيابة عن الإمارات وعن السعودية وعن مصر وعن بعض الدول الأوروبية لوضع أنفها في القضية الليبية. يعني الحوار لسبب فشله، سبب فشله أنه لم يكن من أجل الوطن. هل كان المتحاورون، هل كان الحوار حول أزمة السيولة والتي يعني أذلت الناس وأرهقتهم وسلبت أموالهم؟ لا أقول، لما أقول سلبت أموالهم لا يعني سلب المال العام وسرقة المال العام اللي كنا نتكلم عليها، لا، سرقة مالي ومالك، سرقة جيبي وجيبك. لأن الشخص اللي كان يملك 300 دينار قبل توقيع الصخيرات صار الآن يملك 100 دينار فقط منها. لو اشتريت أنت الآن كيس أرز معناه سرقوا منك كيسين، كان بإمكانك المبلغ اللي شريت به كيس واحد تشري به 3 أكياس. فهناك كيسان سرقوا منك بسبب مشروع الصخيرات. يعني التاجر اللي كان يملك وتاجر بثلاثة مليون الآن صار يملك مليون واحد فقط. هذه حقيقة الأمر، هذا حقيقة الواقع. يعني هذه أزمة السيولة هي سرقة مال. وتكييفها الشرعي وحكمها الشرعي أن كل من هو متسبب فيها من الناس المسؤولين في المالية أو غيرهم تسبب مباشر هم في حكم من سرق المال من جيوب الليبيين. لأن العلماء جميعا يتفقون في باب الجنايات أن المتسبب كالمباشر. هذه مسألة. يعني هل كان هؤلاء يتحاورون حول هذه القضية التي أرهقت الناس؟ هل كانوا يتحاورون مثل ما قال السائل حول أطفال ليبيا الذين منعوا التعليم إلى حد الآن لم تفتح لهم المدارس دون سائر أطفال الأمة كلها والأرض كلها، الناس أطفالهم يعني يذهبون إلى المدارس عدا أطفال الليبيين فقط. هذه في حد ذاتها هذه قضية، هذه جريمة، هذه جريمة في حق الأطفال في ليبيا. هل كان تكلم عنها واحد منهم؟ هل كانوا يتحاورون عن يعني قطع المياه كما ذكر السائل؟ قطع المياه الآن لتهدد به ثلث سكان ليبيا يهددون بالعطش بسبب ماذا؟ بسبب أن واحد من عصابات الذين يفعلون هذا الآن ويقطعون المياه عن ليبيا ويقطعون ويهددون بأن تفجير النفط، هؤلاء ما عندهمش وصف في الشرع إلا الحرابة، إلا الحرابة والتعدي والقتل وإرادة الفساد في الأرض. ليس لهم وصف إلا الفساد في الأرض، مفسدون في الأرض. وبماذا يطالبون؟ يطالبون بشخص من جماعاتهم كان يعني جمع جيشه وقضه وقضيده وخيله ورجله وراجماته وكذا، وأتى ليقتحم العاصمة ولرد عليها ولرد إليها باس القذافي وجماعته وظلمه. فتصدى له الناس في طرابلس يدافعون عن أنفسهم، فهو يعد عدوا صائلا، لو قتلوه في ذلك الوقت لكان دمه هدرا. فكيف تطالبون به الآن وتهددون بقطع المياه وقطع حياة على الناس؟ اتقوا الله، اتقوا الله، تفسدون أنفسكم وأهليكم وأولادكم وبلادكم. يعني لكن اللوم
هو على هؤلاء الذين كانوا يذهبون ويجيون إلى تونس ويعني يزعمون أنهم يريدون أن يصلوا إلى حل إصلاح ليبيا. هل تكلموا عن شيء من هذا الفساد العريض العظيم؟ هل كانوا يتحاورون عن يعني المستشفيات التي تكاد أن تقفل أبوابها ولا لا تكاد تقدم خدمة؟ هل كانوا يتحاورون عن مسألة الهجرة غير الشرعية التي صارت الآن إلى استيطان المجتمع الدولي والدول الأوروبية وإيطاليا وغيرها؟ يعني قفلوا أبوابهم وعملوا بسياسة ماكرة عن يدفعوا معرفش يعني إعانات 100 مليون وكذا من أجل أن يتوصلوا إلى ما توصل إليه ويصير في ليبيا استيطان، يصير استيطان لهذه الدول الأفريقية وهي أعداد كبيرة لا أولها ولا آخر هجمت على ليبيا تستقر وتستوطن بمباركة الدول والأمم المتحدة. فعلى الليبيين أن يعني يفيقوا على لأنفسهم، والذين يتحاولون ينبغي أن يعالجوا مثل هذه القضايا الخطيرة على ليبيا. ليبيا إذا استمر في هذا الوضع ستضيع ستهلك، هي دولة منهارة، دولة ليس فيها مؤسسات. فعندما تأتي هذه الأفواج بالألاف ومئات الآلاف وبالملايين ويقرونهم ويستيطرون في البلاد، ماذا ستكون عاقبة الأمر؟ كان عليهم من يبحثوا عن علاج لإخراج هؤلاء الناس. هؤلاء الناس لم يأتوا لاجئين، هؤلاء لم تكن في بلادهم حروب ولا كوارث بل نقول بحيث أننا نتعاطف معهم ونؤويهم، لا، هؤلاء أتوا من بلادهم يطلبون التنعم، يريدون أن يأكلوا الزبد واللبن واللحم في إيطاليا وفي فرنسا وفي بريطانيا. فبأي حق يعني يأتون إلى ليبيا ويهلكونها ويدمرونها؟ على أهل ليبيا أن يفيقوا لأنفسهم، ينبغي أن يرجعوهم إلى بلادهم فورا جماعات ووحدانا، لا يبقون عندهم أبدا. لما ليش تعملهم معسكرات؟ أنت كيف تعملهم معسكرات؟ هل ترضى أي دولة أخرى أن تعمل معسكرات للاجئين هكذا تفتح أبواب ويأتي من يأتي؟ لماذا إيطاليا قفلت عليهم الأبواب؟ تريد أن يبقوا في ليبيا، وليبيا تعرفها الآن، وهذا جزء، ربما هذا جزء من المنظومة اللي دبرت لليبيا بحيث تنهك ولا تبقى لها باقية. يعني بالإضافة إلى اختلال الأمن إلى تدمير الاقتصاد إلى كذا، يضيفون إليها هذه الهجرة غير الشرعية اللي هي بالألاف بما فيها من أمراض وويلات وكوارث وكذا، بحيث أن تأتي على كل شيء. هل كان الناس اللي هم يهمهم أمر ليبيا ويتحاورون من المجالس اللي ذهبت إلى تونس، هل كانوا يلتفتون إلى مثل هذه القضايا؟ هل كانوا يتحاورون حول حصار درنا؟ أهلهم 100,000 من النساء والأطفال والصغار والكبار يعني محاصرون من قبل حفتر وجماعته، يمنعونهم من القوت، يمنعونهم من الوقود، يمنعونهم من الدواء، يمنعونهم من ضروريات الحياة. هل تكلم عليهم أحد؟ لماذا يحاصرهم درنا؟ ألم يسألوا أنفسهم لماذا يحاصرهم حفتر؟ حاصرهم حفتر لأنهم أخرجوا الدواعش، لأنهم قهروا الدواعش. وحفتر كانت هذه هي قضيته التي يتاجر بها. يعني قفلوا عليه الطريق، كان يتاجر يقتل أهل بنغازي ويقتل أهل درنا ويقتل من لن يقتله بحجة وذريعة قتل الدواعش ومحاربة الدواعش. ها هم أخرجوا الدواعش، أخرجوهم من درنا وهربهم وعمل وكذا، فهو الآن يحاصرهم عقوبة على قتالهم للدواعش. ليس هناك أي سبب آخر حقيقي. كان الأجدر بمن يتحاورون في تونس أن يتحاور عن مثل هذه القضايا وغيرها، وغيرها كثير يعني لا تستطيع أن تعدها. ولكن أقول لكم، هل تعلمون في ماذا كان وعن ماذا كانوا يتحاورون؟ كانوا يتحاورون على المادة الثامنة، على المادة الثامنة في الوثيقة، الوثيقة مسودة الصخرات. مسودة الصخرات هذه اللي خلال يعني من خلال قراءتنا لها في ذلك الوقت، هي السطر التالي، السطر الثاني يناقض السطر الأول. كل ما تقرأ سطر تجده يناقض ما قبله بصفة عامة. هذه كانت طبيعة مسودة الصخرات. يكذب عليكم ما يقول لكم أنها محكمة، يعني مسودة متناقضة متضاربة، بعضها يضرب بعض، لا يعني تقول كأن الذي كتبها ليس له عقل، لا، هو بل له عقل، ولكن هكذا يريدها أن تكون هكذا متناقضة. فهذه المسودة
عملوا فيها المادة الثامنة، والمادة الثامنة تتعلق بمنصب حفتر وبقاء على الجيش وكذا إلى آخره. فمن ذلك الوقت العلماء في دار الإفتاء ومجلس البحوث لاحظوا على هذه المسودة المتناقضة 5 ملاحظات، وسفهونا في ذلك الوقت وقالوا هذول ما يعرفوش وما مش مطلعين ويدلس عليهم وما لهم مش علاقة بالسياسة. لكن أقول لكم لهم أخذوا بتلك الملاحظات 5 لما سقطت ليبيا وهوت إلى هذا الحضيض، وهي لا تزال تسقط ولا تزال يصنع بها ما يصنع. كانت الملاحظات هي المتعلقة بما يتحاورون عنه الآن، لو كان أخذوا بها ما احتجنا إلى اجتماعاتهم في تونس ولا إلى مشاكلهم هذه أبدا. كانت النقاط 5 تقول لهم لأن المسودة تنص على أن الكل في فحواها في مجموعها تنادي بمحاربة الإرهاب، يعني تقوم على محاربة الإرهاب، وتقول الذي يحارب الإرهاب هو المؤسسة العسكرية القائمة الآن، يعني هنا حفتر، يعني هو اللي بيتولى مكافحة الإرهاب، وتنص على أن الجهة التشريعية الوحيدة هي برلمان طبرق، وتنص على أن على المجتمع الليبي أن يعترف بالقانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي المسائدي. ده اللي افتاوى علماء في مجلس البحوث قالوا لهم على 5 أشياء، قالوا لهم فيما يتعلق بالإرهاب اللي هذه المسودة كلها قائمة عليه، قالوا لهم لابد تعرفون الإرهاب شن هو، ما يمكنش يبقى هذا مفتوح، واللي بقى مفتوح هذا سيدمر ليبيا، وكل من يتخلص من خصم يقتله باسم الإرهاب. وقدمنا لهم تعريف للإرهاب، قلنا لهم عرفوا الإرهاب بأنه كل قتل خارج القانون يسمى إرهاب، لو توافقوا عليه وكنا اتفقنا على هذا التعريف لانتهت الجريمة في ليبيا. لكن كنا اتفقنا على أي واحد يعني يقتل بمساعدة الإمارات ولا مساعدة مصر ولا واحد من ثوار يقتحم بيت من غير أمر نيابة ولا قضاء، كل الليبيين يتفقون على أن هذا إرهاب ويتخلصون منه. لو أخذوا بهذه القضية لكان الأمن استتب من ذلك الوقت في ليبيا. قلنا لهم حفتر لا يمكن يكون هو رئيس المؤسسة العسكرية لتحارب الإرهاب، لأنه حاكم وخصم. الذي يحارب الإرهاب وعلى رأس المؤسسة العسكرية ينبغي أن تكون جهة محايدة، ليس من حفتر ولا من غيره، اختاروا جهة محايدة. قلت لهم لا يجوز أن يكون برلمان طبرق هو الجهة التشريعية الوحيدة. هم يزعمون الآن أن مجلس الدولة له جزء في التشريع، أبدا ليس له جزء، كله تهويش لفي المسودة، يعني فحوى ما في المسودة أن مجلس الدولة مجلس استشاري، صحيح يصل إليه أنه يختار الأعضاء وكذا وكذا وكذا، لكن في نهاية المطاف في مادة تقضي عليه وتقول هذه المجالس كلها ليقترحها مجلس الدولة ويفعلها كذا، هي لا تكون معتمدة إلا باعتماد مجلس البرلمان. فإذا المسألة كلها عند البرلمان، أنت ماذا صنعت؟ اقترحت ولا زدت ولا نقصت؟ إذا البرلمان ما اعتمدش وموافقش فلا يحصل لك شيء. فمجلس الدولة في الحقيقة هو مجلس استشاري، سلبوا منه كل الاختصاصات وأعطوه رشوة، أخرجوه من الموتى والوطي، وكان عنده سلطة، كان في الموتى والوطي كان عنده سلطة تشريعية، كان يحكم، كان يعين الحكومة، كان يعين القائد العسكري، كان يعين مصرف ليبيا المركزي. تو الآن جعله يقترح هذه الأسماء، ولكن لا حول له ولا طول، وإنما الذي يعتمد هذا ويحكم به هو برلمان، هو البرلمان فقط. سلبوا منا كل، قلنا لهم على الأقل في الملاحظات أن تقتسم السلطة، ما يكونش يكون مجلس تشريع ومجلس شيوخ ولا يتم الاعتماد إلا بموافقة من فرضوا بالمذلة ورضوا بالهوان وقبلوا هذا الجسم اللي هو لا حول له ولا طول، مجرد أن يأخذ مرتبات وجالس على كراسيه. وإذلك كانت هذه النتيجة. قلنا لهم كل المواد الموجودة في المسودة وتقول ينبغي الرجوع إلى الإنسان، القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي الإنساني إلى آخره، لابد في كل فقرة من هذه الفقرات، لأن المسودة متناقضة، كل ما تأتي فقرة من هذه الفقرات قلنا لهم بشرط ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لازم تضيفوا هذا. الملاحظة 5 قلنا لهم إذا حصل خصومة في فهم المسودة بين الليبيين فالمرجع هو المحاكم الليبية فقط وليس هو المبعوث الأممي. هذه المسائل 5 تعد عناصر من ذهب
لو وافقوا عليها في ذلك الوقت لكانت ليبيا تجنبت كل هذه المشاكل، لكن هم تجاهلوا هذا الأمر ورأوا المشايخ بأن رموهم بالغفلة وأنهم لا يعرفون وأنه يملى عليهم الكلام، فهم الآن غارقون في الوحل وخصوماتهم كلها كان حوارهم من يتولى، من الذي يتولى رئاسة الرئاسي، من الذي يعين الحكومة، من الذي يعين قائد الجيش، من هو اللي يحكم بالجيش، هذا كل حوارهم كان على هذه المكاسب الشخصية وعلى الكراسي، وكأنهم ليسوا من ليبيا ولا من أهلها. طلبنا منهم أن يغضبوا غضبا لله، إخوانهم في درنا يحاصرون، ممنوعون من المسائل الضرورية، فليكن في واحد منكم يعني نخوة، شيء من الحرية، شيء من الإيمان، شيء من الدين، شيء من المسؤولية، يقول نعلق الحوار إلى أن ترفع الحصار عن درنا. هذا عمل إنساني لو فعله لا يلومه أحد، حتى الأمم المتحدة اللي هي خاف منها ويخشى منها لا تلومه، لأن هذا عمل إنساني. يقول أني لا يمكن أستمر في الحوار إلا إذا رجع أطفال ليبيا إلى الدراسة، إلا إذا رفع الحصار على أهل ليبيا، لكنهم في هذا كله عن غفلة، وهم حريصون على الرشاوة وعلى السفريات وعلى المناصب، وضيعوا ليبيا، نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل ظالم. وهؤلاء والله ضيعوا الأمانات، أمانة وضع الناس في أعناقهم وخانوها. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأنتم الآن يا أهل برلمان طبرق ولا غيركم من المجالس يعني تخرجون في المهمات وفي الفصحات وفي الشاليهات وفي كذا وتأخذون العلاوات والمرتبات العالية، وأنتم لا يهمكم أمر ليبيا لا من قريب ولا من بعيد. جزاكم الله خير شيخنا. ربما أيضا سائل يسأل يقول الزوج باع ذهب زوجته بدون طيب خاطر منها مع أنها قد أذنت له ظاهريا، فهل يسقط حقها بذلك؟ إذا كان أذنت وندبت شكل، وإذا كان من الأول أمر لم تندم وإنما منعها سيف الحياة شكل آخر. فإذا كان في بادئ الأمر أذنت ثم ندمت ليس لها حق في الندم، لأن من أعطى وأهدى هدية لا يجوز له أن يرجع فيها، العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. لكن إذا كان من بادئ الأمر أخذ منها بسيف الحياة، فما أخذ بسيف الحياة فلا حق لأخذه فيه، وعد من الظلم وعد من الغصب، وعليها أن يرد إليها مالها. يعني ينبغي أن يكون فيه فرق، الفرق واضح. إذا هي أذنت بفعل من قلبها ومطمئنة وأعطت ما من مالها راضية، فلا يحق لها الآن أن تندم، لأن لا يجوز لها ذلك. وإذا كانت من بادئ الأمر غير راضية وإنما أعطته بسيف الحياة وخوف من طلاق ولا غير ذلك، فهذا أخذ ظلما ويجب عليها أن يرده إليها. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول السائل أخ غصب أو حرم أخته من حقها في الميراث، فهل لأبنائها المطالبة بهذا الحق في حياتها؟ أبناؤها لا حق لهم في المطالبة إلا إذا وكلتهم، لأن هي ما زالت موجودة، الأصيل ما زال موجود، وما دام الأصيل الذي يملك الآن موجود، فإذا كان هو يريده فعليه أن يطالب به هو أو يوكل من يطالب له به، فإذا وكلتهم فمن حقهم، أما إذا لم توكلهم ولم تأذن وهي ولم تطالب فلا حق لهم في ذلك. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله حقيقة كرر هذا السؤال، يقول أن تعدد الزوجات مشروط بالعدل، فلا أدري يعني ما أن وضوح المسألة، يريد أن يستفسر حول هذا الشرط. هو شرط التعدد، الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. شرط تعدد الزوجات هو العدل بين النساء، العدل في الأمور الظاهرة والقدرة، القدرة المالية والقدرة العقلية وقدرة إدارة البيت، القدرة بجميع أنواعها، هذا شرط، يعني العدل والقدرة شرطان لا بد منهما في تعدد الزوجات، وإذا فقد واحد منهما فشل التعدد. والسبب في فشل كثير من التعدد في الزوجات سببه عدم القدرة، أحيانا مش القدرة المالية، أحيانا قد يكون هو غني وعنده مال وكذا، ولكن عند عدم القدرة العقلية ما عندهاش قدرة لإدارة البيت، لأن التعدد يحتاج إلى إنسان له صفات خاصة
في يعني صبر وحكمة وعقل ووزن للمصالح والمفاسد، ومتى يتكلم ومتى يسكت يحتاج إلى قدرة خاصة. ولذلك يعني يعد من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرته العقلية والشرعية والبدنية هو قدرته أن يسير 9 بيوت 9 زوجات في وقت واحد. فهذا شيء يعني يعد كأنه خارق في حكم يعني القدرة البشرية. فلذلك القرآن يعني اللي ما عندهاش قدرة على هذا أمره أن يقتصر على الواحدة، لأن التعدد إذا لم يكن معه هذه الصفات القدرة والعدل فإنه يفسد أكثر مما يصلح. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ حسن من طرابلس يسأل عنه أن اتفق مع صاحب أرض وعلى بناء محلات، وأن في صاحب الأرض له أن يستغلها لمدة سنة كاملة، لكن بعد شهرين تدمرت نتيجة الحرب، دمرت هذه المحلات، فكيف يكون في بقية الأشهر؟ وبقية الأشهر إذا كان الأرض يعني لها إيجار بعد يعني هدم البناء فمن حقه أن يأخذ الإيجار ويستفيد منها لمدة سنة هذا الباني. إذا كان الأرض بعد ما هدم البناء لها إيجار فمن حقه أن يستغل الأرض لمدة سنة، لأن العقد ينص على أن هذه قطعة الأرض من حق الباني أن يستغلها لمدة عام، سواء كانت هي البناء قائم عليها وإلا غير قائم فمن حقه أن يستغلها لمدة العام. لكن ما ضاع من البناء فهذه مصيبة سماوية نزلت به، ليس لمالك الأرض فيها دخل ولا علاقة له بها. فإذا كان الأرض لها أجرة فمن حق الباني أن يأخذ هذه الأجرة، وإذا كان يعني الباني وصاحب الأرض أرادوا أن يتوصلوا إلى نوع من المصالحة ويقدروا الظروف، لأن هذه الأمور يعني خارج عن أيديهم جميعا، بحيث أن يسمح له ببناء آخر أو بطريقة أخرى بحيث تخفف من وطأة ما حصل عليهما معا ولا يتضرر كل منهما يعني ضررا بليغا، فذلك أحسن وأولى. لكن في هذا الوقت ليس له حق الباني إلا أن يستغل الأرض لمدة السنة فقط، ليس له أكثر من ذلك، ولا يجب على المالك أن يغرم له ما دفع. جزاكم الله خيرا. الأخ بعجيلة من مصراتة يسأل يقول ما حكم أنه يريد يعطي أوراق ال 400 دولار لمدير المصرف نتيجة المعرفة والصداقة بدون أن يذهب للمزاحمة ويقف في طابور وما إلى ذلك، فهل ذلك جائز؟ أنا أقول للناس بدل ما تبحثوا كل واحد يحل مشكلته بطريقته الخاصة زي ما كان الناس في وقت القذافي يعانون من السلبية، السلبية هي اللي خلت القذافي يحكم ليبيا 40 سنة وما عملش فيها مؤسسة دمرها. ما 40 سنة يعني جميع بلاد العالم فيها شركة حافلات عامة تنقل الركاب، فيها قطارات، فيها خدمات، إلا ليبيا بلد نفط بلد بترول ليس فيها شيء من هذا. والسبب في هذا أن كل من القذافي يعمل لهم مصيبة كل واحد يبحث عن حل مشكلته بنفسه، يعمل واسطة يحفر بير في حوشة، منع المية يحفر بير في حوشة، منع من مسألة أخرى يمشي حل سكر الطريق، يدير مش عارف يبحث، منع الدكاكين يمشي سكر دكانه ويدير دار، افتح الدكاكين يفتح الدار. هذا ليس هو الحل لحل مشاكل الناس، وهذا العقاب اللي يقع الناس بسبب يعني سلبيتهم وعدم انضمامهم لأهل الحق وتكثير سواد الحق بحيث يعمهم الظلم ويعمهم الشر جميعا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو يعني كلام البشر اللي هو يعني مش معصوم على الخطأ، كلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم على الخطأ. يعني الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يأخذهم جميعا يعمهم جميعا بالظلم. فأنتم ترون المذلة التي يعيشون فيها من جراء فقد السيولة وفقد الدولار، وأنتم بلد نفط وأنتم قمتم بثورة وقدمتم شهداء كثيرون ومقطعون ومجروحون وإلى آخره، ثم بعد ذلك كل واحد يعني يتخلى عن وطنه ويتخلى عن الشهداء وعن بلده وعن دمائه
ويبحث يا اما عن رشوه واما عن صحبه واما كذا كيف يحل المشكله ده. عليكم ان تجمعوا انفسك وتجمعوا عمرك وتقولوا هذا ظلم لا نرضى به، تمشوا للمصرف والمصرف المركزي وتمشوا للحكومه وتمشوا للمؤسسات وتمشوا لمن يمنعكم من النفط واللي يمنعكم من الماء بيعطشكم كل يعني تمنعون انكم تدافعون عن انفسكم عن مالكم عن اهلكم وعن اولادكم وعن شهدائكم. من قتل دون مالي فهو شهيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون مالي فهو شهيد. عليكم ان تدافعوا عن انفسكم، انتم لا تقصدون الضرر ولا تقصدون الاذى، لكن من اراد ان يؤذيكم اذا جاءكم صائل عدو صائل فعليكم ان تدافعوا على انفسكم. لا تبقوا هكذا يعني مساكين يسلبونكم حقوقكم واحدة بعد الأخرى. نعم. ثم بعد ذلك كل واحد يبحث عن فتوى كيف يحل مشكلته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم الله المولى وبارك الله فيكم. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حميد. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.